نتكلم عن المركز السعودي للاعتماد. طبعا عنيت المملكة بدور الاعتماد من خلال صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس مركز مستقل بمسمى المركز السعودي للاعتماد ليتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بمعالي وزير التجارة. الحديث أكثر ينضم معنا عبر الاستديو الأستاذ حسان وهيبي نائب المدير التنفيذي للعمليات بالمركز السعودي للاعتماد. حياك الله أستاذ حسان. حياكم الله وحياكم حيا المشاهدين الكرام والمشاهدات الكرام. حياكم. بداية يعني في كثير من الناس ما يعرفون شو المركز السعودي للاعتماد. تكلمنا عنه، عطنا فكرة عنه، شرح لنا. طيب المراكز الوطنية للاعتماد أصبحت ضرورة من أواخر السبعينات الميلادية، ولذلك المملكة عنيت بهذا الموضوع ابتداء من تكوين اللجنة الوطنية للاعتماد في عام 2004 تحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويعني مع تقدم المملكة رأت أن يكون هذا المركز مستقل بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي، وبالفعل صدر القرار كما ذكرت في أواخر 1440 للهجرة، وبدأ المركز أعماله في أواخر 1441، وبالفعل انتقلت المهام بعدها بعدة أشهر، والحمد لله الآن يعني نحن كمركز وطني ناشئ، لكن الحمد لله قطعنا شوط جميل وطويل في هذا الاعتماد. جميل. طيب أستاذ حسن، يعني هو المركز ماخذ اعتراف دولي، صحيح؟ فإيش الميزة اللي يضيفها لها المركز وفي نفس الوقت القوة والصلاحية اللي يتمتع فيها على باقي الجهات اللي يعتمدها؟ طيب ملف الاعتراف الدولي هو أحد الملفات المهمة للمركز السعودي للاعتماد منذ نشأته. أهداف التنظيم ومهام التنظيم للمركز عديدة، وأهمها كان كفاية جهات تقويم المطابقة. وكفاية جهات تقويم المطابقة كما وكيفا يجب الحصول على الاعتراف الدولي لتنويع هذا النشاط ولتصديره للخارج بعد. نعم، وهذه أحد النتائج المهمة لهذا الاعتراف. وبالفعل بدأ المركز من أواخر عام 2020 مع بداية 2021 بدأنا في ملفين مهمين، الاستراتيجية والاعتراف الدولي. فالاستراتيجية كان الهدف منها بناء المركز إداريا وتطوير لخدماته ومجالاته، وملف الاعتراف الدولي للحصول على هذا الاعتراف الذي يعني تأخر بالنسبة للمملكة، ولكن الحمد لله حصلنا عليه قبل سنة تقريبا. قبل سنة، هي نعم، في أغسطس 21، صحيح، في بداية 43 للهجرة. طيب احنا نبغى نعرف الآن المستهلك اللي قاعد يسمعنا الآن، نبسط له العبارة قليلا، وش يعني مركز الاعتماد ماذا يعني للمستهلك؟ المراكز الوطنية للاعتماد لا تعنى بالمستهلك مباشرة، ولكن مسؤوليتها تصب في مصلحته، تصب في المصلحة، نعم. والمصلحة هذه تكون عن طريق ثلاث جهات لتقويم المطابقة، أو ما نسميه تقويم المطابقة. تقويم المطابقة وهي الجهات التي تؤدي الاختبارات أو تتأكد أن المنتج قد استوفى شروط معينة. فأبرز هذه الجهات هي المختبرات بكافة أشكالها، سواء كانت مختبرات فحص مثل فحص المواد الغذائية، النسيج، الكهرباء، أو كانت فحص معايرة، اختبارات معايرة التي تتأكد أنه والله الكيلو هو كيلو، الأطوال هي أطوال حقيقية، المتر هو متر وغيره. وجهات التفتيش التي تقوم بالتفتيش سواء على الرافعات، المصاعد، السلالم، كود البناء إلى آخره. وجهات منح الشهادات التي تعطي شهادات مثل ايزو 9001، أحد الشهادات المشهورة، نظم إدارة الطاقة، البيئة إلى آخره. فهذه الجهات يجب أن تكون على مستوى عالي من الكفاءة، وبالتالي المنتج النهائي الذي يصل للمستهلك يكون آمن وصحيح وسليم. يعني معناتها لها في كل شاردة مواردة مركز ما شاء الله تبارك. يعني تقريبا